وللحديث عن مصير المهاجرين العالقين على حدود بيلاروسيا وبولندا وسط الانتقادات الحقوقية للانتهاكات ضدهم، معنا من عمان الباحث والقانوني في المرصد الأورو متوسطي عمر العجلوني. أهلا بك معنا أستاذ عمر. أستاذ عمر تسمعني؟ نعم سامعك. أهلا بك أستاذ عمر. أسمعك أستاذ عمر تسمعني؟ نعم. لنبدأ من النقطة الأهم اليوم، وهي الحديث عن إعادة المهاجرين إلى بلادهم. يعني ما مدى قانونية هذه الإجراءات بعد كل ما عانوه في الغابات الباردة؟ ألا يحق لهم طلب اللجوء على الأقل؟ إذا ما أردنا أن نتناول هذه المأساة من الجانب القانوني، فإن السلطات في أي دولة ملزمة بحماية اللاجئين وملزمة بعدم إعادتهم إلى بلدانهم بشكل قسري بغض النظر عن طريقة وصولهم إلى تلك الدولة، وأيضا هذه الدول بشكل عام ملزمة أيضا بعدم إعاقة وصول اللاجئين إلى بلد الملاذ، وملزمة أيضا بمنحهم التسهيلات اللازمة حتى يقبلوا في بلد آخر. وإن إعاقة وصولهم يشكل مخالفة واضحة للمادة 31 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، والتي جاء فيها تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض غير الضروري من القيود على تنقلات هؤلاء اللاجئين، ولا تطبق هذه القيود إلا ريثما يساوي وضعه في بلد الملاذ أو ريثما يقبلون في بلد آخر. وعلى الدول المتعاقدة أن تمنح اللاجئين المذكورين مهلة معقولة وكذلك كل التسهيلات الضرورية ليحصلوا على قبول في بلد آخر يدخلون إليه. إذن في أي سياق تصف ما يحدث الآن؟ ما يحدث الآن تستخدم هذا الملف الإنساني بطريقة سياسية، وتحول هذه المأساة الموجودة الآن على الحدود البيلاروسية البولندية إلى ملف تتقاذفه مختلف الدول. نحن أيضا نشاهد أن السلطات الأوروبية تمنع هؤلاء اللاجئين من الوصول إليها وتحجب حقهم في أن يكونوا لاجئين، وأيضا السلطات البيلاروسية في ذات الأمر في ذات الوقت تمنع عودتهم إلى بيلاروسيا وتمنع منحهم مستلزمات التدفئة. وهذا الأمر أدى إلى وفاة 11 لاجئ عالق لحد الآن، وأيضا تواصل اليوم هذه السلطات منعهم من عودة إلى المخيم الذي كانوا موجودون فيه. والآن يبيت كل هؤلاء اللاجئين في العراء في درجات حرارة تصل إلى 4 تحت الصفر، ربما تزيد عن ذلك، وأن يخشى من أن يزيد عدد اللاجئين الذين سيتوفون اليوم. اختيار العائلات العراقية المغامرة بهذا الشكل حقيقة، ألا يحمل الحكومة العراقية مسؤولية الفشل بتأمين حياة أفضل للعراقيين، وأيضا مسؤولية غياب الحريات والرفاهية التي وعدوا بها منذ العام 2003 وحتى الآن؟ بالتأكيد أن اضطرار العائلات إلى المغامرة بهذه الصورة منبعه هو اليأس من الظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها وغياب العدالة الاجتماعية، وخاصة إذا ما علمنا أن النسبة الكبرى من العراقيين العالقين اليوم هم المواطنين إقليم كردستان، الذي يشهد ترديا كبيرا من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، تفشي الفساد، وتأخر صرف الرواتب، وما رافق كل هذه الظروف الصعبة من احتجاجات وكبت الحريات واعتقال الناشطين والصحفيين وكيل التهم الكيدية لهم. أستاذ عمر، الآن ما هو الخيار القانوني لدى أو المتبقي أمام هذه العائلات العالقة على حدود بيلاروسيا وبولندا؟ يعني حدثتنا عن ما هو المفترض أن يكون وما الذي يحصل، الآن ما هو خيار العائلات القانوني في حال رفض الاتحاد الأوروبي استقبالهم، وما المطلوب حاليا؟ في الحقيقة ما يملكه اللاجئون اليوم هو الاستمرار في الضغط والتمسك بحقوقهم القانونية وتسعيد القضية دوليا، وبالتأكيد فإن تعاضد الجهود الحقوقية سيشكل فارقا في حصولهم على حقوقهم وتأمين وصولهم بأمان إلى بلد الملاذ، خصوصا مع استعداد العديد من المناطق الألمانية لاستقبالهم، حيث أن السلطات المحلية في العديد من القطاعات الألمانية قد بدأت فعليا بإعداد المخيمات لاستقبالهم. وأؤكد هنا أنه من المهم أن يتم التعامل مع هذا الملف من زاوية إنسانية بحتة دون أي توظيف سياسي من أي طرف. بالنسبة لي يعني رفض الاتحاد الأوروبي إدخال هؤلاء، أو رفض السلطات يعني بين بيلاروسيا وبولندا إدخال هؤلاء اللاجئين، هل هو لأعدادهم؟ يعني أعدادهم لا تعد كبيرة، هل هو خشية منهم أم من إن دخلوا فإن أفواجا أخرى لربما تأتي؟
في الحقيقة لو تعاملنا مع هذه الحادثة بشكل منفصل وهذا العدد لا يشكل ضغطا على أي من الدول الأوروبية، سواء بيلاروسيا ترفض العودة اللاجئين إليها أو بولندا وألمانيا والدول الأخرى. المشكلة أن هذه الدول لا تتعامل مع الموضوع من زاوية إنسانية، وإنما تسقط الخلافات السياسية على هذه القضية. إن كان هناك حديث عن قدوم غير شرعي أو هجرة غير شرعية، نحن نتحدث الآن عن حق لهؤلاء اللاجئين في أن يحصلوا على اللجوء. القانون الدولي العام لا ينظر إلى هؤلاء اللاجئين كيف دخلوا بصورة قانونية أو غير قانونية. كل الدول ملزمة بأن تمنحهم حق اللجوء أو حق العبور إلى بلد الملاذ بغض النظر عن الطريق التي وصلوا إليها. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر الهاتف من عمان الباحث القانوني في المرصد الأورو متوسطي عمر العجلوني، شكرا جزيلا لك.